Are you suggesting that maybe you have some evidence that this was not a naturally occurring virus? We're going to see what it is. You're talking about the virus and correct. Where it came from? Yeah, yeah. No, we're going to see where it is. We're going to see where it comes from. And, you know, look, you know every theory. You had the theory from the lab. You had the theory from many different, the bats and the type of bat. And the bat is 40 miles away, so it couldn't have been here and it couldn't have been there. And there's a lot of theories. But, yeah, we have people looking at it very, very strongly. Scientific people, intelligence people, and others. And what gives? And we're going to put it all together. And I think we're going to have a very good answer eventually. And what gives you? And China might even tell us. China may tell us. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. هل نشأ فيروس كورونا في هذا المختبر بمدينة ووهان الصينية البؤرة الأولى للتفشي في العالم؟ لم نحصل على أي معلومات أو أدلة محددة من الحكومة الأمريكية على صلة بالمصدر المزعوم للفيروس، لذا لا يزال الأمر من وجهة نظرنا مجرد تكهنات، وإذا كانت هذه البيانات والأدلة متوفرة على الحكومة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت ستشاركها ومتى. نركز على الأدلة المتوفرة التي حصلنا عليها من تفكيك الخارطة الجينية للفيروس وما وصلنا من الخبراء على أنه طبيعي المنشأ. هذه التصريحات تتقاطع مع أخرى قادمة من واشنطن وتحديدا من دائرة الرئيس الأمريكي نفسه. أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد صنع في مختبر في الصين استنادا لأدلة علمية. وفي مقابلة مع مجلة ناشونال جيوغرافيك قال فاوتشي إنه بالنظر إلى تطور الفيروس في الخفافيش وما هو موجود من أدلة علمية فإنه يميل بقوة إلى أن الفيروس لا يمكن التلاعب به بشكل متعمد. يضيف فاوتشي أن التطور التدريجي بمرور الوقت يشير إلى أن فيروس كورونا تطور في الطبيعة ثم انتقل إلى الجنس البشري. وكانت وكالة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن فيروس كوفيد-19 لم يكن من صنع الإنسان أو معدلا وراثيا، وأشارت إلى أنها ستواصل الفحص الدقيق للمعلومات لتحديد ما إذا كان تفشي الفيروس بدأ من خلال الاتصال بحيوانات مصابة أو ما إذا كان نتيجة حادث في مختبر صيني، لكن ذلك لم يحد من الاتهامات المتصاعدة بين بيجين وواشنطن في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس تفشيه في معظم دول العالم. الرئيس الأمريكي يتهم الصين بالتقليل من خطورة الفيروس في وقت مبكر وعدم التعاون بشكل تام مع الخبراء الدوليين، وهذا برأيه أدى لتعريض حياة الناس للخطر في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتها حاليا الولايات المتحدة، حيث أصاب الفيروس أكثر من 1,200,000 شخص وتسبب في قرابة 70,000 وفاة. أما الصين التي تعافت نسبيا من الفيروس فتقول إن اتهامات واشنطن لها بالتسبب في هذه الجائحة هي محاولة لصرف الانتباه عن عدم كفاءة الإدارة الأمريكية في مكافحة الفيروس. طيب لماذا الصين؟ ليه الصين عملت أو صنعت أو خلقت هذا الوباء؟ ترامب قال أصلهم عايزين يخسروني الانتخابات. Mr. President, you have said that China is doing everything it can to make sure you don't get reelected. What specifically are they doing? Well, China doesn't want to see me elected, and the reason is that we're getting billions and billions of dollars, many billions of dollars a month from China. China never gave our country anything. China gave us nothing, not 10 cents. And whether it was Biden in charge of China, which was a joke. هو ما بيشوفش إلا من جهة واحدة. الانتخابات المقبلة، لأن الوباء أربك كل الحسابات زي ما أربك كل الحسابات وخلط كل الأوراق في المنطقة العربية. حصل كده في أمريكا، وحقيقة لا تستطيع أن تفصل ارتباك الحسابات وخلط الأوراق اللي حادث في المنطقة العربية عن أمريكا. ماذا لو عطلت جائحة كورونا سلسلة الإنتاج الغذائي في الولايات المتحدة وحالت بين الأمريكيين وبين قوت يومهم؟ سؤال أصبح كابوسا يؤرق صناع القرار في القطاعين العام والخاص، فكبرى شركات إنتاج اللحوم مثلا باتت تحذر من نقص العمال جراء الحجر المنزلي وإغلاق معامل رئيسة لإنتاج اللحوم وتعليبها إثر تفشي الفيروس بين عمالها، ما يهدد بتوقف السلسلة برمتها عن الإنتاج. تحذيرات باتت تشكل مصدر قلق لمربي الماشية ومخاوفهم أن تجبرهم يوما على إعدام ماشيتهم. لدينا حوالي 1000 رأس من الماشية، لا يمكنني تخيل كيف سيكون شعوري حين يتم إعدام حيوان يفترض أن يكون غذاءه. لكن ما يخشاه منتجو اللحوم أصبح واقعا يعيشه المزارعون الذين باشروا بإتلاف محاصيلهم، فاليد العاملة الموسمية منعتها قيود الجائحة من العمل في حصد تلك المحاصيل، كما أن إغلاق المطاعم والحانات هوى بالطلب إلى أدنى مستوياته. ما تشاهدونه هنا أمر صعب للغاية، ليس اقتصاديا وحسب، بل حتى من الناحية العاطفية لكل من يعمل. المعركة تطورت إن ترامب بيتوعد بأنه سيحاسب الصين على أزمة الوباء حسابا عسيرا. can look at China, you can look at numerous countries where I don't think those are right numbers. I can only say what we're doing. It's very important to us to do very accurate reporting, and that's what we're doing. Majority of polls show that Americans blame China. الصين ردت على ترامب. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show off. Time to lockdown. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. It's airborne. It'll magically go away in April. Everyone stay at home. Violation of human rights. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. We wore masks. You lied to us. We made our data public. You kept everything secret. Your people are now dying. You didn't warn us. We said it was dangerous. You lied. April. We said it was airborne. You gave false data. Why didn't you warn us? We said it was dangerous. The virus is not dangerous, but millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct, even though we contradict ourselves. Gosh, just listen to yourself. That's right. You lied. We did nothing for 3 months. And because the WHO agrees with China, we're cutting funding for the WHO. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you Americans. Your consistency. لماذا تبذل بعض الجهات الأمريكية قصارى جهدها دائما لتشويه صورة الصين باستغلال الوباء؟ أعتقد أن الجواب بديهي. ما زالت الولايات المتحدة تقول إن الصين تنشر معلومات كاذبة. لا يسعنا إلا أن نسأل من ينشر معلومات كاذبة. تعارض الصين بشدة أن يجبر بعض الناس في الولايات المتحدة الصين على الدخول في انتخابات الولايات المتحدة، ويستخدمون الصين للحصول على أصوات، كما نعارض بشدة بعض الأشخاص الذين يستخدمون الوباء لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالح الصين. عبر وزارة الخارجية والمتحدث الرسمي فيها، الصين أكدت أن أمريكا متمثلة في ترامب كاذبة، وبتحاول ترمي فشلها أو تعلق فشلها في مواجهة الوباء في رقبة الصين. السياسيون الأمريكيون يكررون تجاهل الحقيقة ويقولون أكاذيب مكشوفة. لديهم هدف واحد وهو التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة عن هذا الأمر، لكن صوت الوقائع أعلى من تلك الكلمات. منظمة الصحة العالمية طلبت ترامب بإعطاء أدلة حقيقية بدل من التخمينات. نشأة كورونا بمختبر صيني تخمين، وعلى أمريكا تقديم الأدلة. ترامب انت لو تلاحظ الحوار ايه يعني بيلف ويدور، يقول لك عندي تأكيدات قوية جدا 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 شغال عليها علماء، لكن في عدة نظريات، يعني مش قادر يحط الضوء حوالين رقبة الصين حقيقة. استخبارات شغالة، لو ترامب اعتقد لو ترامب عنده دليل قوي ليس دفاعا عن الصين، انا بكلمك ترامب دلوقتي مستعد يستخدم اي سلاح لانه من اكبر المتضررين من ازمة الوباء، مستعد يستخدم اي سلاح لدرجة انه مستعد يذبح ايفانكا، ما يعني بدون مبالغة. يعني بص حضرتك الانتخابات، فلو في دليل قاطع وكان ترامب يعني ما استناش. عشان كده منظمة الصحة العالمية قالت انه على ترامب تقديم الدلائل الواقعية. على ذكر منظمة الصحة العالمية، لو شفتوا في الأخبار أو عناوين أهم العناوين، انه قالت ان 11% من الإصابات في مصر في الطاقم الطبي، يعني طبقا للأرقام المصرية الكاذبة، الأرقام المصرية بتاعة الوباء الكاذبة، فإن كل 10 إصابات منها إصابة من الطاقم الطبي. شيء عنيف. ربنا يستر. حرب فيروس كورونا بين الولايات المتحدة والصين تستعر. يتوعد الرئيس دونالد ترامب بمزيد من المعارك الدبلوماسية والاقتصادية الطاحنة فيها. يلوح بسلاح الرسوم الجمركية العقابية على الصين التي يتهمها بأن مصدر الفيروس المستجد مختبر في مدينة ووهان الموبوءة. سأله صحفي هل يملك أدلة على ذلك؟ أجاب ترامب بنعم دون تفاصيل أكثر عن تلك الأدلة. أضاف أنه أمر كان يمكن احتوائه في مكان المنشأ وبسهولة أيضا. بصعوبة كبيرة تواجه الولايات المتحدة تفشي الجائحة. توفي خلال ال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 2050 شخصا استنادا لمعهد جون هوبكنز، وبذلك يكون كوفيد-19 قد أودى بحياة أكثر من 62 ألف في البلد. الادعاءات الأمريكية لا أساس لها من الصحة ومزيفة، ردت الخارجية الصينية عن الاتهامات الجديدة القديمة، وأكدت أن مختبر ووهان غير قادر على تصميم وخلق فيروسات كورونا، داعية واشنطن إلى قضاء وقت أكثر في مواجهة تفشي الجائحة عندها. وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قالت في بيان مشترك إن فيروس كورونا ليس من صنع البشر ولا معدلا وراثيا. وأوضح البيان أن الوكالات مستمرة في دراسة ما إذا كان التتبع الوبائي يعود للاتصال بالحيوانات المصابة أو لحادث في مختبر ووهان. تكهنات ترامب بدأت أيضا بالتفشي، انتقلت العدوى ومنذ فترة إلى المسؤولين الأستراليين. والآن تعلن منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتلقي دعوة من بيجين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن المصدر الحيواني للفيروس المستجد. تعرضت المنظمة لانتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي الذي اتهمها بالانحياز للصين وبأن موقفها مخجل. هل تخلط واشنطن بين حربها التجارية مع التنين النائم والجائحة، أم هي أصلاً مخلوطة ولأسباب عديدة؟ هل يملك ترامب فعلاً أدلة عن رواية المختبر؟ ماذا ينتظر للكشف عنها إذا كانت بحوزته؟ وهل تخفي الصين شيئاً؟ لماذا؟ وإلى متى؟ لا يرى قرار من مجلس الأمن بشأن مواجهة الجائحة النورة بسبب عجاج آخر المعارك الأمريكية الصينية. وبعبارات منتقاة بعناية، ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غياب الإجماع الدولي لمنع تفشي الفيروس، ويعترف في مؤتمر صحفي عبر دائرة متلفزة مغلقة بوجود أمور خارجة عن سيطرته، داعياً الدول الكبرى إلى العمل معاً للتوصل إلى إجماع يسمح بردود فعل أسرع بشأن الفيروس وأيضاً الأمن والسلم الدوليين. كورونا والحروب المستجدة، متى ستضع أوزارها؟ قبل انحصار الفيروس القاتل، أم ستستمر بعده ولسنوات طوال؟ نيويورك تايمز من جهتها تحدثت على أن هناك ضغوط بيمارسها ترامب على الاستخبارات الأمريكية. ترامب بيضغط على المخابرات لإصدار تقرير يتهم الصين بأنها هي وراء الوباء، تخليق الفيروس، نشره. تقرير أمريكي، إدارة ترامب تضغط على الاستخبارات لربط كورونا بمختبرات صينية. ضغوط ترامب لم تقف عند الاستخبارات الأمريكية، بل وصلت لجيش الاحتلال. جيش الاحتلال عمل صفقة مع الصين لتحلية المياه، رفضها ترامب ومستاء جدا وبيضغط على جيش الاحتلال لعرقلة الصفقة. ערב טוב. אתה מפרסם הערב שהאמריקנים לוחצים על ישראל לדחוק את רגליהם של הסינים מעסקת ענק של מיליארדים פה בארץ. כן, זה סיפור מאוד מעניין. גורמים בכירים בממשל טראמפ פנו לישראל בשבועות האחרונים וביקשו הבהרות לגבי ההשתתפות של חברה בבעלות סינית בשלב האחרון של מכרז ענקי לבניית מתקן התפלה ליד פלמחים, כך אומרים לי בכירים ישראלים. רק צריך להבין על איזה מתקן מדובר, נקרא מתקן סורק 2 ליד פלמחים. זה מתקן ההתפלה שאמור להיות הגדול ביותר בעולם. העלות שלו היא למעלה מ5 מיליארד שקל. האמריקאים פנו לישראל, אמרו מה זאת אומרת, למה החברה הסינית הזאת מגיעה לשלב האחרון של המכרז. אמריקאים לפי בכירים ישראלים מודאגים גם מהסיבה הכלכלית ומלחמת הסחר שלהם עם סין, אבל גם מסיבה ביטחונית, בגלל שיש חיילים אמריקאים שהם מוצבים בבסיס פלמחים שממש צמוד ל... كارثة حقيقية وأزمة غير مسبوقة. ترامب بيبحث عن أي مخرج، مش بس لعشرات الملايين من الأمريكان اللي بقوا في حالة رعب حقيقية ما شافهاش الشعب الأمريكي منذ الحرب العالمية. ترامب بيبحث كمان عن مخرج لنفسه. المواطنين في عدة ولايات أمريكية تحدوا أوامر الإغلاق، خرجوا للمنتزهات، للحدائق، نظموا مظاهرات أمام الكونجرس بترفض الإغلاق أو البقاء في المنازل. I am here to tell you that I do not want the government to run any testing operation of the American people. Bill Gates has suggested microchipping every American. هيئة التظاهرات اجتاحت عدد لا يستهان به من الولايات. الشعار غالبا كان اللي بيجمع تلك المظاهرات لا لإغلاق أمريكا، لن نبقى في المنازل. Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a... Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that has him in check.